اهلا بيكم، عاملين ايه في قناه سمكاتو اللي اول مره يشوفنا؟ احنا خلاص قربنا على الالف اهو، يعني ربنا يسهل الحال. النهارده معانا رساله جديده من تايلاند مع الفاروق. طبعا تعرفين مع الفاروق دايما انت مميز، ومعانا الحاج محمد كالعاده دايما منور القناه كده، ودايما في نجاح والنجاح. حبيبي يا بشوي، منور انت وكل الساده المشاهدين. والنهارده ان شاء الله عندنا تشكيله كبيره من السمك، وعندنا تشكيله كبيره من المعدات بالاسعار وبالعروض، وكله ان شاء الله معانا. وما تنسوش لايك شير واشتراك لله، ماشي؟ ومع الفاروق انت مميز. يلا بينا نبدا. هنبدا معاكو اول حوض معانا، طبعا حبايبي اللي انتوا عارفين السمك اللي انا بعشقه، الريد باروت والبلو باروت، احجام كبيره سواء البلو باروت او الريد باروت. دلوقتي هنعرف الاسعار مع الحاج محمد، وفرجوا على الجمال معانا بقى واحنا بنقرب. احنا النهارده هنا معانا الحوض ده، معانا حجم محترم جدا من الريد باروت، سمكه صح الله اكبر، حجم ما شاء الله محترم جدا جدا. الحته عامله 400 جنيه، الحته الواحده عامله 400 جنيه، سعر يكاد يكون اقل من ثمن السمكه، وربنا يبارك للجميع. ومعانا برضو البلو باروت حجم كبير، الحته عامله 70 جنيه، وفي موجود منها برضو الاحجام الصغيره، الحته عامله 30. ده الحوض من بعيد كده يا جماعه، بصوا منظر جميل، سمكه رائعه يعني. يلا نخش على اللي بعده. هنا عندنا تاني حوض، تشكيله محترمه، وعندنا هنا سمكه قريبه من المارين. بصوا بقى اتفرجوا على الجمال، هنا الاحجام العمالقه. عندنا هنا الكلاون لوتش، طبعا سمكه خدميه زي ما احنا متعودين، معانا سمكه خدميه يعني بتاكل كل طحالب في الحوض ديت. هنا الحجم دوت حجمه ممتاز زي ما انتم شايفين كده اهو، الالوان جميله. ده هنا الحجم دوت ب 500 جنيه ماشي. وهنا عندنا الحته الكلاون دي عامله 500 جنيه، ولو هناخد اكتر من حته الحته هتكون ب 450 جنيه بدل 500 ماشي. وفي سياميس، ومعانا حته سياميس تايجر مقاس محترم جدا، دي عامله 750 جنيه. معانا هنا جولدن ريت القروانه، حجم 30 سنتي 35 سنتي تقريبا، بسعر 7500 جنيه. سعر هايل على صحة السمكة وعلى مواصفاتها، وطبعا انتوا عارفين الاسعار في السوق عاملة ازاي. فيلا بينا نشوف اللي بعد. هنا عندنا حوض فيه تشكيلة محترمة من السمك، حاجة تحفة. عندنا هنا الاروانات، وفي البولي باتروس عادي والمشجر، وفي عندنا بلاك جوست ريشة، وفي عندنا الال. هنعرف دلوقتي كل الانواع والاسعار مع الحاج محمد. عندنا هنا في الحوض ده نوع مقاسين من السيلفر اروانا، عندنا مقاس الصغير ب 550 جنيه، المقاس الكبير ب 750. عندنا بلاك جوست حجم محترم جدا جدا، الحته عامله 450 جنيه. عندنا المورايل سوري، عندنا الفاير ايل، عندنا اكتر من مقاس منه، عندنا المقاس الكبير بتاعه عامل 650 جنيه. البولي باتروس الالبينو الحته حوالي 15 سنتي عامل 125 جنيه. البولي باتروس المشجر عامل 350 جنيه. ده كده يعني اسعار مختصره كده للحاجات دي. طبعا كل الكلام ده موجود منه احجام اكبر في حوض المونستر، طبعا للي حابب الاحجام الكبيره. هنا عندنا حوض فيه تشكيله محترمه جدا جدا، في عندنا ريد لاين توربيدو مقاس جميل عملاق، بكام دوت؟ عندنا احنا هنا الريد لاين توربيدو الحته ب 125 قبل العرض، بعد العرض الحته ب 100 بدل 125. عندنا هنا بوسماني ريمبو مقاسين، المقاس الصغير عامل 75 بدل 100، المقاس الكبير عامل 175 بدل 200. وعندنا هنا برضو عندنا ريد فلاين فوكس، برضو سمكه من اسماك قاهره الطحالب يعني، عامله 100 بدل 125. وعندنا هنا كوكو كات فيش عامله 150 جنيه. وعندنا هنا القرش الصيني او الهاي فين لوتش، الحته عامله 200 بدل 250. اهو اللي ورا ده يا جماعه، اللي ورا صغير سمكه محترمه. ودي اخوها ايه؟ ماشي.
في عندنا بريستل نوز، في عندنا هنا بريستل نوز 5 سم 4 5 سم، الحته عامله 75 بدل 100، بس طبعا مستخبيين زي تحت الخشب زي ما انتم شايفين كده. هنا الماس الصغير اهو، الكبير ما تحت الخشب مش باينه. ماشي نخش على اللي بعده، يلا بينا. عندنا بقى هنا تشكيله من الاحجام العملاقه لحبايبي السكلد الافريقي، هنعرف دلوقتي الاسعار كلها ونعرف كل نوع. الافريقي ده مقاسات كبيره قوي، مقاسات محترمه يعني. في عندنا فرونتوزا مقاس محترم ب 1000 جنيه، في عندنا الافريقي اللي موجود عندنا هنا في الحوض ده اي حته عامله 250 بدل 300. عندنا هنا الشانه، الشانه الريد سبوت عامله 600 بدل 650 جنيه. ايه تاني؟ اعتقد مفيش غير الكهف بقى بشوي في الحوض ده كده. يلا نخش على اللي بعده. هنا عندنا حوض في حاجه من الحاجات اللي انا بحبها، الاسبوت الجار، ويا نهار يا نهار طبعا من الاسماك الجميله جدا، شرس طبعا، سمكه حلوه قوي. وفي عندنا التايجر السياميز. ماشي هنعرف دلوقتي الاسعار. احنا عندنا هنا السبوت الجار مقاس محترم، السمكة عاملة 225 بدل 275 في العرض. عندنا هنا السياميس تايجر مقاس محترم جريد ولا اروع، صغيرة مقاس فوق الوصف ب 425 جنيه الحتة بدل 450 جنيه. عندنا هنا الكلاون نايف، الكلاون نايف دي الحتة عاملة 150 جنيه، ودي حتة واحدة كده باقية جرين سيلفر دولار، دي خلوا بقى سعرها مفاجأة لصاحب نصيبها يعني. ويلا نشوف اللي بعده. هنا عندنا حوض في تشكيلة محترمة جدا وحوض ولا أروع. عندنا هنا الريد سكات عاملة كام؟ الريد سكات عاملة 225 بدل 250، 225 بدل 250. وفي عندنا المونو، المونو فيش حاجه جميله كده، يعني شبه المارين بالظبط، سمكه يعني تعتبر من مستوحاه من المارين، سمكه عذب انما مستوحاه من المارين، سمكه جميله مقاسها محترم صحتها حديد الله اكبر ب 200 جنيه بدل 225. وفي هنا البفر زي ما انتم شايفين كده، دي دوارف صح؟ دي دوارف بفر، دوارف بفر الحته ب 75 جنيه، وال10 هتبقى ولو هناخد 10 حتت هتبقى الحته ب 50 بدل 75. طبعا ده لسه عرض سمكاته كمان، احنا فاروق هيضحي النهارده. هنا عندنا دكورة فلاور هورن، حاجات جميلة جدا في الرسالة الجاية المرة دي، مستويات حلوة. دوت اسمها تاي سيلك، تاي سيلك اه، الدكر ده عامل 750 جنيه بدل 1000، ده ب 750 بدل 1000. ماشي. وعندنا الدكر التاني ده دكر محترم جدا مستواه ما شاء الله عليه هايل، ريد دراجون، الحته دي برده عامله 750 بدل 1000، صحه حديد الله اكبر، الوان واضحه زي ما انتم شايفين، هدود ولا كلمه، دبل لاين، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب، 750 الحته بدل 1000. زي ما انتم شايفين كده الفلاور هورن دول لازم اي سمكتين تحط في الوسط فاصل، سواء دكر او نتايه او دكر ودكر، علشان لو ما حصلش كده السمك دوت هياكل بعض، ف يعني هو نفسه فلاور هورن مش بيتوافق مع بعض. هنا عندنا لهواة الشرس الالبين واوسكار، سمكه ولا اروع زي ما انتم شايفين كده النقشه، بصوا حاجه سمكه جميله، ومع طبعا الاكل المستورد والرعايه بتبقى حاجه مختلفه تماما يعني. دي هنا السمكه دي برضو عليها عرض، هنا بكام السمكه دي؟ هنا الحته دي ب 150 بدل 175 داخل العرض، ب 150 بدل 175 داخل العرض. ياكل ايه بقى وهو في الحجم الصغير ده؟ بياكل كل حاجه، ياكل بياكل بيلت، بياكل جمبري، بياكل دود، ياكل ميل وورم، بياكل اي حاجه، سمكه ما شاء الله عليها من الاسماك اللي يعني اسهل ما يمكن انك تراضيها في الاكل يعني، اي حاجه بتتحط لها ما شاء الله بتاكل يعني. جاف، حي، مجمد، مجفف، ما بتقولش لا ما شاء الله عليها يعني.
صحة، الله أكبر، ولا كلمة منعها حديد، وربنا يبارك لأصحاب النصيب يا رب. يلا على اللي بعده. هنا معانا في الحوض ده تشكيلة رمريزي، معانا جولدن رمريزي، سمكة جميلة ألوانها الله أكبر عليها تحفة في مقاسها الصغير ده. هنا الجولدن رمريزي الحتة عاملة 125 بدل 150 في العرض. وعندنا هنا الرمريزي البالون ما شاء الله عليها، سمكة جميلة ليها عشاق كتير، يا جيرمان الحتة عاملة 150 بدل 175 داخل العرض. هنا عندنا ساحرة السكلد الأفريقي، ملكة بحيرة تنجانيكا الفرنتوزة، طبعا الحجم الصغير انت هتلاقي في متوفر كده، عندنا حجم الكبير اللي كانت السمكة بألف، وعندنا هنا الحجم الصغيرة دي كده بكام؟ احنا عندنا هنا الاحجام الصغيره دي الحته ب 175 بدل 200، حجم محترم جدا مقارنه الحجم بسعر، الحته ب 175 بدل 200. وعندنا هنا دوارف جرامي الجوز ذكر وانتايه عامل 75 جنيه، 70 سوري 70 جنيه بدل 100. دوارف جرامي الجوز عامل 70 جنيه بدل 100 داخل العرض. عندنا هنا البيتا او الفايتر هاف مون، من الحاجات الاحجام محترمه جدا والوان مميزه جدا، الحته عامله 125 بدل 150، احجام بصراحه يعني تستحق الاقتناء ما شاء الله، صحه والوان الله اكبر زي ما انتم شايفين في الفيديو. يعني طبعا الحوض ده كده هنا بيضم بسمكتين اللي هم رئوي، عندنا سمكة الجرامي وادي الفايتر اهو الاتنين مع بعض، علشان اللي بيسأل السمك الرئوي ايه اللي بيقدر يعيش من غير اكسجين، دوت ادي الجرامي اهو سمكة تحفة وسعر على قد الايد، وعندنا الفايتر. يلا اللي بعده. هنا عندنا تشكيلة رائعة من السيكليد، حاجات وهم بقى، عندنا هنا في الالكتريك جاك ديمسي كام بقى؟ عندنا هنا الكتريك بلو جاك ديمسي الحته عامله 150 بدل 175. وعندنا عندنا جاك ديمسي عادي الحته ب 125 بدل 150. وعندنا البينو دولفين ما شاء الله سمكه بقى لها كتير قوي ما جاتش، سعرها اكتر من رائع بالنسبه لحجمها، الحته عامله 125 بدل 150. وريد اي صح؟ بلو البينو دولفين ريد اي. وعندنا التشكيلة الأفريقي اللي معانا هنا في الحوض ده الحتة عاملة 150 بدل 175، أحجام محترمة جدا ألوان هايلة. وعندنا ايه تاني؟ عندنا بليكوس توماس، بلاش أي 30 حاجة في العرض يعني، ما علينا يعني. يعني ممكن تاخدها مع السمكة كده عادي يعني، مفيش مشكلة، مالناش دعوة بيها دي. ويلا بينا نشوف اللي بعده. تشكيلة محترمة يا جماعة، انا من عشاق السيكليد يعني، انا بقف جنبه كده ببقى موهوم، وبالذات الالكتريك كمان والبلو جاك ديمسي تحفة يعني. معانا هنا لهواة التفريخ بقى جوز اوسكار متوافق انتج عند صاحبه ما شاء الله عليه، حجم محترم، جوز مواصفاته محترمة، متوافق جدا لا ينقصه الا الطاجن يعني او طبق البيض عشان يبيض. الجوز ده كان عليه عرض الجوز ب 1750 جنيه، النهارده مع سمكاته هنعمل عليه عرض تاني، عرض على العرض ب 1500 جنيه بدل 1750 جنيه، ده لكل متابعين سمكاته. وما تنساش الاشتراك، واشتراك قليل يمنع غلا كتير على فكرة يا جماعة. ومع الفاروق انت مميز، ومع الفاروق انت مميز. يلا معانا هنا في الحوض ده مجموعة أسماك محترمة برضو، عندنا هنا سيفيني شوفاجوس الحتة عاملة 150 بدل 175، عندنا الهامب هيد برضو الحتة عاملة 125 بدل 150، وعندنا هنا الأبسايد داون مقاسين، أبسايد داون سمكة من الأسماك الجميلة والممتعة لما هي عايمة على ظهرها كده، سمكة جميلة خدمية برضو، مش من الاسماك القبيحه يعني، من الاسماك الواحد يحب يتفرج عليها. عندنا هنا مقاسين، عندنا عرض على المقاس الصغير التلاته ب 100 جنيه، وعندنا عرض على المقاس الاكبر شويه الاتنين ب 100 جنيه. ويعني عايز اقول لكم اسماك في الحوض ده مبهجه وخدميه الاتنين في نفس الوقت،
وربنا يبارك لصاحب النصيب. ويلا بينا نشوف اللي بعد. احنا معانا هنا بقى الجوهرة السوداء، احد انواع الاسماك الافريقي، سمكة جميلة جدا ما شاء الله، حجمها محترم جدا. كنا لسه عاملين عليها عرض من قريب، وبعد انتهاء الكمية اللي كانت موجودة جبنا كمية اكبر بسعر تاني كان اعلى. كنا الكمية اللي موجودة دلوقتي الحتة عاملة 200 جنيه، كنا بنقول الجملة بسعر قطاعي بسعر الجملة الحتة 200 جنيه. احنا النهاردة عشان خاطر سمكاته استاذ بشوي شرفنا، هنطلع الحتة نرجع العرض تاني عليها ل 150 بدل 200، وكان العرض القديم 175 بدل 200. احنا النهارده عرض خاص لسمكاته الحته ب 150 بدل 200 مع سمكاته هتغير حياته، بنحاول نغير حياته. يلا بينا نشوف. هنا معانا ريد جويل بالون، سمك الله اكبر عليها فراوله، يعني نفس لون الفراوله بالظبط، ذكوره واناث. سمكه مستواها هايل قوي 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 فوق مما تتخيل. السمكه الحته عامله 125 بدل 150. سمكه فعلا 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 تستحق ان الواحد يقتنيها ويربيها، سواء للبريدنج او للعرض، ان هي فعلا من الاسماك اللي شدتني انا شخصيا يعني. ومعانا هنا باكو بيرانا عاده مش البينو. باكو بيرانا سمكه من الاسماك اللي ليها عشاق كتير، بتكبر لاحجام محترمه جدا. الباكو بيرانا من في ناس بتقول باكو بيرانا هي اصلا ملهاش اي علاقه بالبيرانا، لكن هي عشان شبهها فبنقول باكو بيرانا، لكن اسمها الحقيقي او اسمها الصح هي الباكو. الحته دي عامله 75 جنيه بدل 100. سمكة يعني لعشاق التسمين اللي عايز يتفرج على السمكة وهي بتكبر قدامه، وبتكبر بسرعة رهيبة، للناس اللي ما عندهاش طولة بال يعني يستنى السمك البطيء في النمو، دي سمكة سريعة جدا في النمو، مبهجة جدا لأي حد عاشق التسمين يعني بسرعة نموها. ويلا بينا نشوف اللي بعده. هنا عندنا دكر ونتاية ستينجري، حاجة يعني وهم. بصوا النقشة، اتفرجوا معايا النقشات كده يعني، ربنا يبارك للي هيشتريهم. دول سعرهم رخيص خالص، بكام؟ احنا هنا عندنا الموتورو، دي موتورو ستنجراي اس بي، حجم حوالي 12 13 سنتي ما شاء الله، سمكه مرتاحه وفايقه وزي الفل، وبتاكل 100 فل و14 الله اكبر. دول الحته عامله 5000 جنيه، والجوز عامل 9500 جنيه بدل 10. ويعني ربنا يبارك لصاحب النصيب، انا سمكه انا من عشاقها يعني، وفي ليها عشاق كتيره جدا في مصر. سمكه جميله برضو، نقدر نقول ان هي مستوحاه من المارين، لان طبعا دايما بنقول السمك الجميل في العزب دايما بنقول مستوحى من المارين، لان اجمل الاسماك بدون منازع هي الاسماك المايه المالحه او اسماك المارين يعني، فاحنا بنتمحك في المارين وخلاص عشان لما بنلاقي حاجه حلوه يعني. فربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. ويلا بينا نشوف اللي بعده. هنا عندنا حوض فيه تشكيله رائعه، وفي اللي هو ريد شولدر سفاريوم، دي انا اول مره اشوفها. سمكه ولا اروع يعني، حلوه جدا منظرها رائع. وفي عندنا هنا الريد سبوتيد سفاريوم، هنعرف دلوقتي الاسعار بتاعت الاثنين. عندنا هنا الريد شولدر سفاريوم عليها عرض الحته ب 175 بدل 225، وعندنا الريد سبوت سفاريوم مستوى محترم جدا الحتة عاملة 250 بدل 300. ما شاء الله عليهم، اسماك صحة والوان فوق الرائعة يعني، وربنا يا رب يبارك لاصحاب النصيب يا رب. سمكة ولا اروع، بصوا المنظر، العين من حواليها احمر كده يعني، حاجة وهم. والريد شولدر بتاعتها تحفة. هنا عندنا لهواة الشرس ريد تايجر اوسكار، سمكة صحتها حلوة، وزي ما انتوا شايفين الخريطة قدامكم، سعر 150 بدل 175. هنا عندنا تايجر شيفن نوز، مقاس محترم، السعر 175 بدل 200 جنيه. وعندنا ريد بايس نوك،
الريد بايس نوك حته عامله 75 بدل 100. عندنا سبوتد سيلفر دولار الحته عامله 100 بدل 125. وعندنا هنا اللي هو التميز بقى والحاجات النوادر، عندنا هنا ستومس ال 236 كده، يعني قطعتين من القطع النادرة حاليا دلوقتي في المقاس ده، ما شاء الله عليهم صحة الله أكبر، وألوان وخريطة الله أكبر محترمة. الحتة عاملة 2000 بدل 2250. عندنا هنا بقى حوض بألوان السما السبعة، حوض البهجة، الجلو تترا أو السكيرت تترا كده صح وكده صح، الحتة عاملة 60 جنيه، والتلاتة ب 150 جنيه. ده عرض خاص لسمكاته، الحتة ب 60 جنيه والتلاتة ب 150 جنيه. وعندنا هنا بلاك جوست مقاس محترم، الحتة عاملة 200 بدل 225. عندنا هنا انجل كوي حجم كويس، الحتة عاملة 75 بدل 100. عندنا هنا برضه، بس يعني هنلاقيه مختفي هنا ولا هنا، عندنا برضه الكولي لوتش، بس لما يظهر بقى نبقى نقول سعره. ويلا بينا نشوف الحوض اللي بعده. هنا عندنا البلاك اوراندا بقى لعشاق الجولد فيش، سمكة مميزة جدا، حجم محترم، صح الله اكبر، حديد مستوى عالمي، الحتة عاملة 750 بدل 800. بصراحة سمكة مستواها فوق العالمي كمان بشوية، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. ويلا بينا نشوف اللي بعده. هنا عندنا الساحرة المستديرة، لازم تبقى موجودة في كل المحلات طبعا، الديسكس وجمال الديسكس وحلاوة الألوان والشكل بتاعها حاجات تحفة، والأحجام الكبيرة دي ولسه عندنا أحجام تاني. ده هنا هنعرف الأسعار دلوقتي. معانا هنا احجام تقريبا احجام بريدنج في الديسكس، ما شاء الله عليهم، يعني فيهم حاجات بتبيض، اجواز ما شاء الله عليهم، سمكة ما شاء الله صحتها حلوة الوانها جميلة، برضو عليهم عرض خاص لمتابعين سمكاته. عندنا هنا الحوض ده قبل العرض 1500 و2000 جنيه، بعد العرض او العرض الخاص لمتابعين سمكاته عندنا الحتة 1500 1300 بدل 1500. وعندنا الحتة الكبيرة كانت ب 2000، هنعمل عليها عرض هتبقى ب 1800 بدل 2000، وربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. النهاردة نورنا الحاج محمد فاروق، مع الفاروق دايما انت مميز، عامل عروض يعني ما تتوصفش، ما فيش حد بيعمل عروض وبينزل بال 200 جنيه كده، وفي 500 جنيه في الاستنجري، يعني حاجه وهم. ربنا يبارك للمحل ويبارك للحاج سيد، طبعا من الناس المحترمين جدا جدا في السوق، اللي انت تتبسط وانت بتتعامل معاهم، غير كده ان انت هتاخد خبرات ومعلومات. ومع الفاروق دايما انت مميز، ومع سمكاته هتغير حياته، ونورنا الحاج محمد فاروق ودايما منورنا. شرفتنا ونورتنا بشويه انت وكل المتابعين، والفاروق بيت سيتي ويكير على راي حاج محمد، يعني شرفتونا ونورتونا، ومنتظرين كل متابعينا ومتابعين الاستاذ بشوي عشان العروض الخاصه لسمكاته، ما تتاخروش علينا. ومع الفاروق انت مميز. ما تنسوش يا جماعه الدعم من لايك وسبسكرايب عشان نوصل للألف، وتبدأ القناة تكبر أكتر وأكتر بيكو، وباي باي.